يقوم النجار بنحت النموذج أولاً، حيث تمثل الأنماط الهندسية الراقية أساس الزخرفة، ويتطلب العمل مهارة ودقة كبيرتين وصبراً لا نهائياً. يتم النحت على قاعدة السطح الخشبي، ثم يتم تزيينها وفقاً للنمط المنحوت، وبعد ذلك تأتي مرحلة لصق قطع صغيرة في المساحة المحفورة، وبعد التجفيف يتم تلميع قطعة العمل حتى يصبح السطح أملساً. غرفة نوم أو كان إذا أو طام كنبات أو أي شيء، اليوم مثلا بدك توصيني قبل بشهرين، مو معقول إنه مثلا أنا أساوي لك كرسي بثلاث أربع أيام، هذا كله يدوي، كله حفر وتنزيل، ما في شيء في إله بالآلة. وفقا للأدب المحلي، تأسس فن نحت وزخرفة الأخشاب الملونة في دمشق منذ أكثر من 700 عام، حيث ابتكر الحرفي الشاب جورج بيطار أسلوب الفسيفساء القائم على أساس وراثة تقنية نحت الخشب. خشب الجوز والليمون وخشب الورد وأصداف نهر الفرات التي تكثر في بساتين سوريا على البحر الأبيض المتوسط توفر للحرفيين كل ما يحتاجونه لهذه الحرفة. المزيك يسمى تنوع اللون، اللون الخشبي، الألوان الخشب وهو خشب الجوز المعروف بخشب بلونه المائل إلى البني، خشب الليمون المائل إلى الصفرة، خشب الورد المائل إلى لون الورد، المشمش، التين، البطم، مجموعة أنواع الأخشاب، هذه مجموعة يشكل جمالية لونية تنسجم مع بعضها. هذه الحرفة تحتاج إلى مهارة عالية. كما أن مدرسة دمشق لتقنية زخرفة الصدف تحظى بشهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال، يستخدم كل من قصر الإليزيه في فرنسا والقصر الوطني في المكسيك فن زخرفة الصدف الدمشقي. ولكن حالياً تواجه هذه الحرفة أزمة كبيرة، حيث قال رئيس جمعية الحرفيين السوريين إن صعوبة استيراد المواد الأولية الناجمة عن العقوبات الاقتصادية هي أكبر مشكلة عملية. الصعوبات الأساسية وهي المواد الأولية، المواد بوجود الحصار الجائر المفروض على بلدنا الحبيب من قوى الشر، القوى الأمريكية وأعوانها في العالم، أدى إلى صعوبة إيصال المواد الأولية وصعوبة وارتفاع تكاليف شحنها. الحرب الكونية التي مورست على بلدنا الحبيب أدت إلى ضعف حوامل الطاقة، كل ذلك أدى إلى ارتفاع في تكاليف، طبعا ارتفاع التكاليف أدى إلى ارتفاع سعر المنتج النهائي الحرفي، وبالتالي أصبح يعني يصعب تسويقه داخليا. وقال ناجي إنهم يبحثون عن أسواق خارجية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التجارة الإلكترونية للدول الصديقة مثل الصين، آملين أن تصمد هذه الحرفة أمام الإغلاق الاقتصادي.